إذا هنا من خلال صاحب الكلمة وصافرة البداية، إذا انطلق لقاء الوحدات وشباب الأردن في ملعب القويسمة في يوم الختام للجولة 15. سلام لمحمد الدميري. هنا الخلاص، ولكن لؤي عمران متابعة سليمة بعيد ابعاد إلى وسط الملعب، تحرك شوق القزعة ومن ثم أحمد الصغير لشباب الأردن. هنا أحمد الصغير تسديده ولكن ابعاد عبيد السمرنة تصل بالوسط. اللقب هو المطلب الوحيد لؤي عمران، تلعب ال 18 متابعة راسية عدت الصغير ولكن بدور الكبير، بدور الكبير ولا يصل إلى ذلك التقدير المطلوب. إذا أول الفرص هنا لمصلحة الدميري، تلعب من جديد بال 18 ولكن رشيد رفيع. هنا متابعة ما زالت مستمرة للوحدات ولدينا الألوسرة جاي من جديد، تحرك محمد الرازم، هنا استلام للرازم تحرك ولكن لمصلحة عبيدة السمرة، تسديدة إذا طلقة طرشة، قدم طرشة مضت في النهاية وتعادل سلبي مستمر في لحظة. ابعاد الى وسط الملعب، تدخل للشباب على مشرف ال 18، زيد جمال الى لؤي، لدينا نبر تسديدة ولكن تامر صالح، تامر صالح الحضور الجيد في كل لحظة. هذه الإعادة، تدخل من سامي الهمامي، ابعاد ادهم تحرك سعيد الى الامام ترسل، هنا الاستلام حمزة الدردور تحرك ما زالت خضراء، حمزة تسليم ولكن نشاهد أحمد الصغير إذا بخطأ دفاعي ولكن إدراك للموقف قبل فوات الأوان في الكرة السابقة. تصل لعبيدة السمار، انطلاقة للوحدات إلى الأمام تسلم، بهاء فيصل، سرعة بهاء فيصل، حمزة الدردور هي تشكل الخطورة مع وجود هنا حمزة الدردور بالجهة اليسرى ولكن في النهاية كان التنفيذ سيء بعد المجهود الفردي، المجهود الفردي الكبير. لاحظ نقترب من الوقت المبدد للوحدات تلعب بال 18، رشيد رفيد ابعاد وحمزه الدردور تهيأ، محمد الدميري هنا العرضيه متابعه ولكن تمضي، هنا بالوسط ورد الى الامام تسلم من جديد عن نبر تلعب للؤي عمران، تقن تسديده ولكن بعيده، تسديدة ولكن بعيدة ومعها نقترب من إعلان هذه النتيجة. عنوان الأمور ما زالت صعبة وبصافرة ماجد الشمراني. ينتهي الشوط الأول ما بين الوحدات وشباب الأردن بالتعادل السلبي، لربما بمقابله بناحية سلبية عندما تستذكر أكثر من 28 مدير فني حضر حتى الآن مع الفرق الـ 12. بهذه الصافرة ينطلق الشباب والوحدات من أجل المبتغى، من أجل الانتصار، من أجل التحدي، من أجل كل شيء يذكر لهذا اللقب 67. لؤي عمران إسلام للجهة اليمنى تسديدة ولكن بعيدة، حمد مصطفى مرور وتحرك من الجهة اليمنى تلعب ولكن تامر صالح، بها فيصل يشكو من إصابة، على كل حال اللعب مستمر، تصل لؤي عمران، لؤي هنا لؤي عمران تهيأ للشباب ولكن في النهاية لؤي عمران تلعب 18 متابعة، هدف تمضي، ورد البري، الوردة لم تقطف، الوردة لم تقطف حتى الآن. الشباب والوحدات في أي ثوب يظهران حتى هذه اللحظة؟ الفرق عندما لا تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة بعد هذه المحاولة. هنا النبر استلام تقدم ولكن تغطية في النهاية وإبعاد. لؤي تحرك للشباب تلعب 18 وتامر صالح، تامر صالح هنا الاستلام سعيد متابعة بها فيصل، هنا التحرك ولكن طالت يبدو لي ولكن متابعة أنس ورشيد رفيع، الكرة قوية ولكن أنس السرعة كانت موجودة لدى أنس العوضي. الوحدات رجاي عين تنفذ بال 18 محاولة خطر، الله أكبر، الأخضر الأخضر اقترب اقترب ولكنه لم يأتي بالمطلوب. إذا فرصة الأخضر، فرصة الوحدات التي تذكر لها بهذه العادة، راسية على مشارف المرمى، المنفذ الدميري في هذه اللحظات هنا تنفذ بال 18 ارتقاء في مثل هذه الكرات يشكل الخطورة براسية ولكن طالت. إذا الوحدات خطير في مثل هذه الكرات، شاهدنا قبل قليل
الاستلام والاستحواذ والخطورة الشبابية رجائي عايد مرور وتقدم إلى الأمام ترسل هنا الاستلام للوحدات مستمرة خطر الله أكبر هدف للأخطر الأخطر يتمختر إذا النجوم تتلعلع نجوم تتلعلع بلحظة انقلبت الصورة الضغط للأخطر وجع بالمطلوب بالدقيقة 69 بالدقيقة 69 هدف للوحدات لا شيء لشباب الأردن حمزة الدردور حمزة الدردور بهدف التقدم بهدف التقدم للوحدات وبالتالي الأنظار تتجه للجولة القادمة حتى الآن للجولة القادمة لاحظ الدربكة الدربكة لدى دفاعات شباب الأردن بهاء فيصل بهاء فيصل ومن ثم سعيد وحمزة هدف للوحدات لا شيء لشباب الأردن إذن الآن الشباب سوف يتخلى لمصلحة بهاء فيصل تحرك من الجهة اليسرى هنا بهاء فيصل ولدينا أحمد الصغير للوحدات تسديدة ولكن تمضي إذن بات الوحدات هو الأخطر بات الوحدات هو الأخطر وتبديل قادم تحرك لشباب الأردن تصل إلى الأمام لشباب الأردن المحارمة أحمد المحارمة وسليم عبيد أحمد المحارمة تقدم إلى الأمام هنا للشباب ولكن في النهاية الحظ العاثر لشباب الأردن أحمد المحارمة الكرة السابقة والانطلاقة والتوغل والوصول لمرمى تامر صالح إذن فرصة من ذهب لاحت لشباب الأردن للوحدات رجائي بهاء فيصل بالجهة اليسرى هنا الانطلاق الخضراء العرضية اللعب ولكن تمضي إذن لاحت للأخضر واقترب بها الأخضر وهنا لؤي عمران إلى زيد جمال زيد جمال تقدم بالجهة اليسرى مصطفى كمال العرضية وإلى النظر تقدم والمتابعة مستمرة ومحاولة ولكن مضت في النهاية إلى ضرب الزاوية لاحظ من لا شيء من المستحيل يمضي لاعب شباب الأردن من أجل المتابعة وامتلاك الكرة هذه العادة النظر الشباب لم يرفع راية الاستسلام حتى الآن الألوسي بهذه الرأسية ولكن تامر صالح في النهاية الامتلاك للكرة خمس دقائق متبقية من عمر هذه المواجهة ما بين الوحدات والشباب الأردن هنا من جديد يطل الأخضر تلعب الثمنتاش ولكن رشيد رفيد بعاد والهدف الثاني أسدل الستار عن هذه القمة والهدف الثاني للوحدات حمزة الدردور يعيد الكرة ويظهر للمرة الثانية وهدفين للوحدات لا شيء لشباب الأردن بهدفين يمضي الوحدات وبالتالي لربما المعنوية انهارت مع هذا الهدف بالنسبة للاعبي شباب الأردن إذا الوحدات هدفين شباب الأردن لا شيء ولاحظنا الكرات العرضية الكرات الثابتة هي من شكلت الخطورة البالغة هذه العادة ذكرتها سابقا وأعيدها رشيد رفيد إبعاد ولكن هناك بمقربة من حمزة الدردور والهدف الثاني هدفين للوحدات لا شيء لشباب الأردن وشباب الأردن استنفذ التبديلات وبالتالي الأمور شبه حسمت حتى هذه اللحظة ما بين الوحدات والشباب تمضي الأمور ولكن بصورة غايبة الصعوبة نقطة شباب الأردن 31 هنا متابعة أنس العوضات ومن جديد حسن ولكن هنا محمد الردميري العرضية بها فيصل تسديدة ولكن بعيدة من دون أي شيء يذكر أن تلعب ولا تسجل إنها الكارثة إذن بهذه الكلمات أختم حديثي عن لقاء الوحدات وشباب الأردن بانتصار الوحدات بهدفين مقابل لا شيء.